بيير بايل. ولد في كارلا الفرنسية عام 47 و600 ألف، طفل ضعيف البنية مبكر النضوج، حد الذكاء هو بيير بايل الذي تتلمذ على والده القس البروتستانتي، فعلمه اللغتين اليونانية واللاتينية في عمر مبكر. دخل معهد بايلوران في سنته 9، والتحق بعده بمعهد الآباء اليسوعيين في مدينة تولوز فتعلم الفلسفة. انتقل بايل من البروتستانتية إلى الكاثوليكية بحثاً عن جديد في معالجة موضوعات الدين، فلم يجد شيئاً، لذا عاد إلى ما كان فيه وسافر إلى جنيف للعمل في التعليم الفردي، ثم عاد إلى فرنسا فعلم فترة في باريس، استقر بعدها في السودان التي شغل كرسي الفلسفة فيه، إذ انتقل لشغل هذا الكرسي في روتردام. نشر في السنة اللاحقة بحثاً بعنوان خواطر حول المذنبات، هجم فيه بحدة ما شاع في الأوساط الدينية من تصديق خرافات وأباطيل وأكاذيب تروج لتأثير المذنبات في تحديد الخير والشر والمشاركة في توجيه الأحداث. قال بايل: إن الإلحاد أقل ضرراً وخطورة على الناس من القول بوجود مخلوقات خفية تشارك في أحداث المجتمع والعالم وتحتاج مقاومتها إلى أدعية وطلاسم وقراءات ومراسم خاصة. جرى هذا الموقف العقلي الواعي على صاحبه حملة استنكار في الأوساط الدينية الداعية إلى التقوى، وزادت حدة ذلك حينما أصدر كتاباً عنوانه نقد تاريخ الكالفانية للأب مينبورغ الذي هجم فيه أعداء حركة الإصلاح البروتستانتي. استنتج بايل في دراساته المقارنة بين الآراء المباينة أن لا أحد يمتلك الحقيقة كاملة وحده، وأدان فرض أي رأي على المخالفين بالقوة والعنف، ووضع ما سماه المبادئ العامة للتسامح في كتاب من 4 مجلدات عام 88 و600 ألف، ادعى أنه مترجم عن الإنجليزية، عنوانه تعقيب فلسفي على كلام يسوع المسيح أرغمهم على الدخول. دعا بايل لجعل اعتناق الدين أو الإيمان عملية اختيارية شخصية خالية من أي قسر أو تقييد، فثار الساخطون ضده ووجهت إليه انتقادات من جهات مختلفة، وحرم من كرسي أستاذ الفلسفة وأضحى بلا عمل، لكنه تفرغ للتأليف. فأنجز عام 97 و600 ألف المعجم التاريخي والنقدي، ثم طبع 10 مرات هذا المعجم بتغييرات بسيطة. أعاد النظر في كل شيء ودقق النظر في المسائل اللاهوتية دون استثناء، ورفض تصديق كل ما يناقض الواقع وما لا يقبله العقل، ورأى أن التسليم يجب أن يكون مشروطاً بصدق النتائج لا معتمداً على الأوهام. مات بيير بايل في العام 6 بعد 700 ألف في روتردام. وقال المفكر الألماني كارل ماركس عنه: بايل هو الرجل الذي أفقد ميتافيزيقا عصره وكل ميتافيزيقا
صدقيتها على الصعيد النظري، ولقد كان سلاح الشك الذي قدمه مستمداً من الصيغ السحرية للميتافيزيكا نفسها.